وللتعليق ينضم معنا من بغداد الدكتور قحطان الخفاجي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة النهرين. أهلا ومرحبا بك دكتور قحطان. بداية، كيف تقيم المشهد العراقي مع انطلاق التصويت الخاص وانتخابات الخارج وسط إعلان الأحزاب عن مخاوفها من حدوث عمليات تزوير بحسب صحيفة الشرق الأوسط؟ أهلا وسهلا بك أخي المشاهدين الكرام. أهلا بك. الخارج لا يختلف كثيرا، أن الجميع أدرك أن العملية السياسية وما احتوته من تشريعات ومن شخوص ما هي إلا أضحوكة ولعبة لن يجني العراق منها شيئا، وذلك لما تمخض عنها. وبالتالي هناك نوعين من العراقيين الناخبين، هو أما يترفع عن المشاركة فيها أو أنه مستفيد شكلا بآخر أو متخوف مذهبيا كما أوهمه صاحب المذهب الفلاني بأن المذهب الآخر قد يأتي وقد يحتوي ما يحتوي من سلوكيات. إذا هي في العموم وعي عام لدى الشعب العراقي من سوء هذه العملية السياسية، ولكن ما زال بعض الأشخاص مقتنعين بفريقة المذهبية والطائفية، هؤلاء الذين فقط قد يذهبون أو المنتفعين. دكتور قحطان، أنت أشرت إلى الوعي العام لدى الشعب العراقي، لكن ما مدى هذه المصداقية في الشارع بالنسبة للانتخابات، خصوصا أنهم يرفضون هذه الانتخابات ويرفضون هذه الكتل ويرفضون هذه الوجوه؟ ما الذي سيحصل إن صعدت نفس هذه الوجوه مرة أخرى إلى الواجهة؟ المشكلة الكبرى أن هذه الوجوه ستعاد لأكثر من سبب. أولا، أن ليس هناك نسبة معينة تكون حد أدنى لسلامة أو لنجاح العملية السياسية، وبالتالي أي عدد سيشترك سيزكى في العملية. الشيء الآخر، أنه بعض الأشخاص الواعين لسذاجة ولمزاجة السيء لهذه العملية يرى بالمقاطعة ليست حلا، ولكن بأن يذهب ويضع علامة كروس أكس على ورقة الناخب ويلقيها في الصندوق ظن منه أنه سوف يقفلها ولا يستفيد الآخر منها. هذه كلها تدل على مقاطعة. ولكن طيب دكتور قحطان، يعني قانون سانت ليغو المعتمد في الانتخابات إلى أي مدى ترونه يكرس وجود هذه الوجوه التي سئم منها الشارع العراقي؟ دكتور قحطان، هل أنت معي؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال بالدكتور قحطان الخفاجي، أستاذ علوم سياسي في جامعة النهرين. شكرا جزيلا لك.